2017 سيشهد امضاء هذه الاتفاقيات الكل، يعني باش تسمع بينا معناها شهر هذا فقط على الاقل اثنين ولا ثلاثه باش يوقع امضاها، شهر فيفري كيف كيف باش يصير امضاء البعض الاخرين. الشركه شنو هي دورها؟ هي انه الجهه اللي معنيه بالانتهاك تحس نفسها منخرطه في عمليه البحث عن الحقيقه والمساهمه في جمع المعطيات والارشيفات والتوثيق وجلب الشهود اللي باش يمكنونا من انه الملف يتدرس ويوقع تقاسي فيه بما فيه الكفايه اللي تخلينا نكشف الحقيقه.